في إطار استعداد وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي سيعقد على مدار يومي 25 و26 من الشهر الجاري تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي، عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مؤتمرا صحفيا تحضيريا لعرض بعض المعلومات الهامة الخاصة بالمؤتمر وموضوعاته ومحاوره، والتي سيكون من أهمها أهمية دور المرأة في بناء الإنسان من خلال تشكيل وعيه. المؤتمر برعاية سامية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أتوجه في هذه الكلمة بخالص الشكر والإجلال والتقدير للسيد الرئيس على الرعاية الكريمة للمؤتمر. وأيضا المؤتمر يكتسب بعدا آخر، وهو أنه المؤتمر الأول للواعظات. الواعظات جزء أصيل من عمل وزارة الأوقاف، تقوم فيه المرأة بدور دعوي وعلمي منير، تخاطب فيه المرأة المصرية والطفل المصري وكافة شرائح المجتمع بالمحتوى العلمي المنير النبوي الأخلاقي الذي نريد له الوصول إلى المصريين. المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي يضع أمامه على مائدة للنقاش والمباحثة بين العلماء الكرام استكشاف كل جوانب التاريخ الإسلامي والعربي والمصري والعالمي الذي قدمت فيه المرأة نماذج مبهرة ومشرفة من العلماء والمكتشفات والمخترعات والأديبات والشاعرات والكاتبات، ومختلف المواهب التي برزت على يد المرأة في مشارق الأرض ومغاربها. المؤتمر في الحقيقة هو رسالة امتنان وتقدير لكل امرأة على أرض مصر، ورسالة دعم وتقدير وإجلال ومزيد من العطاء للمرأة المصرية في قادم الأيام. نحن في مصر قطعنا شوط كبير في مختلف الملفات التي تدور في وجدان العالم. موضوع البيئة نحن لنا فيه دور كبير عريق وممتد عبر التاريخ. موضوع الطفولة، موضوع المرأة وتمكين المرأة، مصر لها تجربة عريقة في هذا الميدان. ويكفي أن مثلا أميرة من أميرات مصر في يوم من الأيام هي التي تبرعت بحليها وأموالها من أجل إنشاء أقسام في جامعة القاهرة، وعشرات ومئات من النماذج المشرفة وصولا إلى الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة، وصولا إلى دعم وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تمكين للمرأة، حيث نرى المرأة في البرلمان المصري وفي تقلد الحقائب الوزارية وفي منصب المحافظ وفي نواب المحافظين ومساعدي الوزراء إلى غير ذلك من الصور التي تدل على أن المرأة المصرية بكل نبلها وبكل عطائها اللامحدود حيثما حلت وحيثما كانت في أي منصب أو في أي موقع أو في أي مكان، فإنها تؤدي أداء مشرف لمصر أمام العالم بأكمله. خصص موضوع هذا المؤتمر إلى دور المرأة في التوعية. المتغيرات التي تحدث في العالم الآن وفي مصر تحديدا تستدعي الوقوف أمام الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء الوعي للمواطن العربي والمواطن المصري. وإذا بحثنا في أي الفئات المعنية أكثر بدورها في توعية النشء والشباب نجد المرأة المصرية التي خاضت معارك طويلة مع الرجل من أجل بناء هذا المجتمع تستطيع أن تقوم بدور فاعل في توعية أبنائها من النشء والشباب. ومن هنا هذا المؤتمر يتناول العديد من المحاور التي تتعلق كلها بدور المرأة في الإسلام، دور المرأة في العمل، دور المرأة في التوعية، المؤسسات التي ينبغي أن تعين المرأة على القيام بهذا الدور. الدولة المصرية مهتمة اهتماما بالغا بقضية المرأة، وهي تجربة لابد من إبرازها للبناء عليها في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يناقشه هذا المؤتمر مع علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 50 دولة، مع أكثر من 100 شخصية دولية يناقشون هذه القضية ويبرزون دور أو التجربة المصرية في تمكين المرأة كتجربة رائدة يمكن أن يبنى عليها في مجال حقوق الإنسان. إحنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، وإن يكون في مؤتمر يخص المرأة ويخص دور المرأة في بناء المجتمع، يخص دور المرأة في تعزيز السلم، يخص دور المرأة في خدمة المجتمع، يخص دور المرأة كل الأدوار اللي عملناها
شفناها كواعظات هيتجلى ويظهر في هذا المؤتمر، وإزاي أن المرأة كان لها دورا منذ بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى مدار التاريخ، يبين قد إيه كان للمرأة دور، ودور قوي جدا جدا في خدمة المجتمع. فالحمد لله، الحمد لله أن اتعمل مؤتمر لينا نتحدث فيه عن دورنا وقد إيه أن المرأة بإيديها أنها تغير أمور كثيرة، وده حدث في المساجد فعلا. هذا المؤتمر يعني يتناول قضية مهمة وهي قضية المرأة ودورها في بناء الوعي. طبعا لا شك أن المرأة هي نصف المجتمع، بل إنها هي التي تلد المجتمع كله، ودورها يعني لا يمكن إنكاره ولا يمكن إغفاله في كافة المجالات، وخصوصا في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد، فهي تستطيع طبعا أن تغطي يعني فئة كبيرة قد لا يصل إليها الإمام والخطيب والواعظ الرجل في تعاملها مع الأطفال وفي تعاملها مع فئة النساء. فطبعا لابد من إبراز هذه الأدوار المختلفة والمتنوعة التي يمكن للمرأة بشكل عام أن تقوم بها، ولواعظات وزارة الأوقاف أن تؤديها في خدمة المجتمع المصري وخدمة قضايا. في وقت بات دور المرأة في بناء المجتمعات لا ينكره أي عاقل، جاء مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نسخته 35 ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تصحيح فهم النشأ والأطفال لبناء أجيال تتبنى فكرا وسطيا مستنيرا. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.